كلما مهد خطواتي العاصفة أشارت إلي القصائد. عنوان القصيدة خطوة أخيرة للحفاة، هي نبذة عن هؤلاء الذين لم نلتقيهم سوى مرة واحدة، جوابوا الآفاق الذين تنقلوا من مكان إلى آخر ولم يكن لهم رهان سوى ذكرياتهم التي خلفوها، وهي كانت رهانهم الأخير. هم المسافة بعد أن اجتازوا كثير من المسافات، حياتهم تتقاطع مع حياتي في كل مكان وفي كل منعطف، إلا أن خطواتهم التي اتخذوها كانت هي أوسع من الحياة بحد ذاتها. خطوة أخيرة للحفاة، هي حلم ربما اتحقق في ذات يوم أنهم يجدون خطوتهم الأخيرة. واليوم وأنا ألقي هذه القصيدة ربما يصلهم صوتي، وتظل هذه أمنية قد تصل وقد لا تصل. العابرون بأحذيتهم الصاخبة يزعجون طين المدينة، سوى أن الرياح الملولة سرعان ما تقلب صفحته بحثا عن سيرة الحفاة القدامى. رواد الهوامش شاربي كأسهم بالدين لآخر الشهر أو العمر، المؤجلون أكثر من فواتيرهم، من أصواتهم طلاء رتاج السماء، والمحرجون من عجز السينما عن فهم انزياح ظلال الأشجار إلى جذوعهم، من تمتد الزمن بين أكتافهم حتى ضاعت التنهيدات في صدورهم، المحاولون حقا نثر سيرتهم الرماد سمادا للأرض فكتبتهم الأشجار، المتصالحون مع الرياح بلا دليل أو نظام ملاحة، المتفهمون غريزة السفن قبل الوصول، من انحسر الدرب عن خطواتهم حتى بدت سوءة التيه، تشربوا المسافات حتى فاضت الدروب من أقدامهم، ها جواربهم شاهدة على نفسها، حين يرفونها تمتد طرق جديدة، وحين ينقعونها في الماء تأبى إلا أن تطفو ممسوسة بعدوى الجسور التي عبروها. جواب الآفاق الممتحنون بالذكريات المزمنة والرفاق المعلقة بصورهم في غرف كانت قديما دكاكين لبيع التوابل. كم ليال أقاموا في فنادق العراء، ليس هناك ما يربكهم ليعيدوه إذا غادروا إلى الأبد، وهم يسمعون قلقلة المفاتيح في جيوبهم. أنضموا إليهم في ساعة متأخرة من الليل، وحينما لا أجدهم أهرع باحثا عنهم في القواميس والأفلام الوثائقية. هم تهمتي ولغتي المطرودة من مجامع اللغات الرصينة،
هم أنايا الوشيكة على التلاشي، واحدي الكثيرون على لغتي، الذين لم تسعفهم خفتهم لأن يكونوا قوارب أو أجنحة، المشاؤون في الظلم لصق الحوائج، وليسوا هم اللصوص. الله يا إبراهيم، شكرا جزيلا لك. قدمت هذه القصيدة بعنوان خطوة أخيرة للحفاة، ورب خطوة بالفعل أوسع من المسافة. نسمع آراء لجنة التحكيم، أبدأ مع الدكتور عارف السعدي. شكرا جزيلا، حياك الله يا إبراهيم. شكرا على هذا النص الذي يحتفي بالهامشي والمنسي، يحتفي بالحفاة دائما والهامشيين، وهذا يقع في صلب وجوهر الشعر. هؤلاء الذين لهم لغتهم الخاصة التي تختلف عن لغات المعاجم، المطرودين من المعاجم الرسمية. في هذه القصيدة يتوضح علاقة الشاعر بالمدينة، وهي علاقة ملتبسة وربما فيها الكثير من المشاكل. البعض يعيدها ما يسمى بعدوى إليوت بعد الأرض اليباب. كتب الشعراء العرب جميعا هجاء للمدن التي يسكنونها، رغم أنهم كانوا لا يسكنون مدنا. نخشى أن تكون هذه القصيدة عدوى إليوت في رثاء وهجاء المدن. المشاكل أو الملاحظات التي استطعت أن ألاحظها على هذا النص يا إبراهيم، هو استخدام الضمائر. هناك لبس في استخدام الضمائر، خصوصا في المقطع الأول عندما تتحدث عن العابرون بأحذيتهم الصاخبة، ثم تقول إن الرياح الملولة سرعان ما تقلب صفحته بحثا عن سيرة الحفاة القدامى. صفحة من هذه؟ لا نعرفها، لأنني رجعت إلى ما قبلها لم أجد هذه الهاء تعود إلى أي من الجمل التي ذكرتها. ثم إنك يا إبراهيم عندما ذكرت الحفاة القدامى لا أعرف لماذا نصبت الجمل التي جاءت بعدها، نصبت على أنها بدل، وهذا شيء صحيح. اللي ذكرتهم رواد الهوامش شاربي كأسهم، ولكن بعد ذلك بدأت تتحدث عن جمل مرفوعة، وأعتقد أن حقها النصب. هناك صور غريبة أشبه بالربط الذهني والسريالي، أصواتهم طلاء رتاج السماء. هذه الصور وغيرها ربما تسهم بغلق النص على المتلقي، ولكن مع هذا في هذا النص التماعات عالية الجودة، أحييك عليها يا إبراهيم. شكرا جزيلا لك. خطوة أخيرة للحفاة، أستاذ محمد إبراهيم يعقوب. أهلا يا إبراهيم. أن يتقبل المعاناة ويكفر من خلالها، هذا ما على الشاعر أن يفعله، وإبراهيم يفعل هذا من خلال هذا النص. هؤلاء الحفاة الجوابون، إبراهيم واحد منهم، ولم ينضم إليهم في الخطوة الأخيرة من الليل كما يقول النص. في عدة مواضع ظل إبراهيم وفيا لأسلوبه وجمله الخاطفة التي تدع المعنى معلقا وأخاذا. يقول مثلا: والرفاق المعلقة صغرهم في غرف كانت قديما دكاكين لبيع التوابل. يا الله يا الله. ما أود أن ألفت انتباه إبراهيم إليه هو هذه الجمل الطويلة التي ربما ترتخي فيها لغته المشدودة وربما يرتبك المعنى، وقد ضرب الدكتور عارف إحدى هذه الأمثلة. ختاماً، إبراهيم من أجمل من يختم قصائده، من أجمل من يختم قصائده. يقول في ختام هذه القصيدة: المشاؤون في الظلم لصق الحوائط، وليسوا هم اللصوص. شكرا يا إبراهيم على هذا النص. شكرا جزيلا. دكتورة فوزية عبد الله أبو خالد، نسمع رأيك بالقصيدة. حياك الله إبراهيم.
عندي الحقيقة يعني أعتقد أنه هذه القصيدة فيها عدد من الميزات، ولكني بأتكلم عن ميزتين أو ثلاثة. الأولى تتمثل في أن الشاعر يستثمر في استكشاف ما في الهامش من أصوات، يعني يحول العويل، البكاء، التنهيدة المكتوبة، يحولها إلى لغة شعرية، بمعنى أنه يرى موسيقى الكون في الأصوات الهمهمات التي لا نسمعها كل يوم أو الناس تسمعها ولا تنتبه لها. فالحقيقة هذه ميزة استكشاف مساحة جديدة للشعر، لقصيدة النثر. النقطة الثانية أنه ما في القصيدة استخدام المعتاد للكاف المستهلكة، كاف التشبيه، ولكنها القصيدة مشجرة بصور مشحونة بتشبيهات لغة أليفة نراها كل يوم، ولكنها تتحول في هذه القصيدة إلى صور جديدة وكأننا نسمعها لأول مرة. الميزة الثانية إعادة الاعتبار للمهمشين والذين لا يملكون أي شيء يملك بالمال، ولكنهم يملكون كل ما لا يملك بمال. فإعادة الاعتبار لهذه الفئة التي هي نحن وليست وأنت وأنا، ولكنها ليست محسوبة على أي من النخب. فأعتقد إعادة الاعتبار لهذه الفئة واستحضار حياتها اليومية واستحضار كفاحها بطريقة غير تقليدية، ليست بالطريقة التي المعتادة، هذا كان يعني عمل جميل. مرة ثانية أنا الحقيقة سمعت في هذه القصيدة موسيقى الضحك والبكاء المكتوم. شكرا لك. جميل، شكرا.